شاء الله تضلي بالحجر شي 300 يوم يا رغد، وما ترجعي على بيتك ولا تشوفي القرد تبعك. منيح ساتي كان بأول يوم من الحجر ونشرتي لنا فيديو، يعني ممكن أنا بعاشر يوم حجر ما بعرف شو ممكن تنشري لي، ما بعرف. أنا بصراحة خفت. عملنا لايف واللايف قلب لفضيحة، يعني أنتوا بس تكتبوا على الإنترنت كارولين وخالد، فضيحة كارولين وخالد، فجأة ما شفنا غير بعد شي يومين ثلاثة إنه رغد بتنزل فيديو لإلي أنا وخالد على الستوري تبعها. ما بتعرفوا انا كيف كنت عم ولول وصرخ بالغرفة. كيف رغد بتنزل هيك فيديو ومن عاد الشيء العالم، يعني كانت عملت لنا الافات المنشنات على البث اللي صار. انا رح اعطي ردة فعلي على البث اللي صار وراح احكي لكم يعني شغلات انتم بجوز ما بتعرفوها. المهم اليوم حنحكي عن التصاميم، عن البث، عن الفيديو. كيف حيمرق هذا الفيديو على خير؟ ما بعرف. بقى اللي ما انا مشترك بالقناة ينزل لتحت يشترك بالقناة، ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام مشان ما يروح عليكم اي شيء. هلا لازم نتوجه الى الفضيحة طبعا على اولادكم، يعني انا بالنسبه لي انه هي ما انا انه اوكي هي عادي، بس انه ما انا عادي انه انتوا سميتوها فضيحه. بقى انا خلص لازم اسمي الفيديو فضيحه، ما بعرف شو راح اسمي الفيديو، بقولوا انا ما ادري شو عامل. يعني هدوا شوي بليز، يعني هدوا شوي. فرجيك الفيو يما وشكلها شبه البتنجانيه. شبه البتنجانيه بتنجان، ما بعرف انتوا شو بتقولوها. على فكرة أنا هلا اللي سمعتك، بس مو مشكلة. إيه العلاقة اللي ما بينك وبين خالد؟ أيوه إيش العلاقة؟ إيش العلاقة اللي بينك وبين خالد؟ إنه ليش على اللايف؟ بينطروا لنطلع على اللايف وبيسألونا، يعني أنتم ملاحظين هذا الشيء؟ شو هن بيعملوا ملاحظين؟ عندكم عريس لإلي؟ لا خالد موجود. خالد موجود هوني، يعني خالد موجود، يعني إنه خلاص يا جماعة. طيب أوكي خالد موجود، ليش عم تسألوا شو في بينك وبين خالد؟ ليش هيك؟ ما ننسى. استني علي، استني بص الصوره بقى جايبها ايه من قلب الحدث. دقيقة عشان حد انكر فيهم ولا قولي لنا وبتكفي من جوا. قولي ها ايه ولا لا؟ يلا ايه ولا لا؟ والله بتندمين. شو ده هلا دلوقتي حالا عندي فضايح انا برضو، خد بالك. الله يوالك يا كريم، سيرياتكم معايا يا ويلك. معلش الصور كتير سبوري، احنا ما عندنا مسح، ما عندنا يمين يسار، احنا يا تقولي لنا ايه ولا لا يا نطلع. انا بحرشون ايش؟ في حدا بحرف النون هون، تمام؟ هون في حدا بحرف النون. انا بعرف فريد مين بيحب حدا بحرف النون، اوكي؟ بقى هو ما فهم علي، انا كنت عم حاول هدده، يمكن كان الصوت شوي عم يقطش او شيء، ما فهم علي. في حدا انت بتحبه من طرف واحد بحرف النون، شعر قصير، تعدد الالوان، ما راح احكي اكثر من هيك. اذا لسه بتعملوا حركة ما لشرجح فيكم الارض، والله لشرجح فيكم الارض انت ورغد. اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ. يعني الحقارة عم تقول اشهد يا تاريخ، يعني مثل كأنه انتو سجلوا هذا التاريخ ويعني لازم ينتشر. انا كل ما اشوفه لهيدا البس على فكره ردت الفعل نفسه بترجع، يعني شفتوني انا كيف ضحكت نفسه. شوفوا هون شو بتعمل، بصير تقول له اعمل زوم، اعمل زوم. شوف ايش هاد يا إيه؟ اعمل زوم يا ولا، اعمل زوم يا ولا. حبي جامد، حبي جامد، ايوه حبي جامد. هني فكرين انه اذا الواحد قاعد جنب حدا يعني خلص مثلا انه صاروا ما بعرف شو عادي، ما هني بيقعدوا جنب بعضهم وبيعملوا لايفات مع بعضهم. خالد اصلا حاط صوره لإلهم، يعني شو الموضوع؟ ما عم بفهم انا. بس المشكله انه خالد حاطط ايده هون، يعني انه هذا هو الموضوع. والله 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 يا كرلين لو انك بتكلم احسن لك، والله والله لو انك ايه والله انا لو حكيت كان احسن من هذا الشيء اللي صار. يعني على فكره يعني اللي صار خدوه هيك شوي انه عادي وبسيط. لا
الفانسات كيفوا. هون اجى دور الفانس، يعني انا اجاني عدد منشنات ما بحياتها اجتني، يعني انا وقت طلبت منكم تصوتوا لي بسديم ما اجى هذا العدد. خالد عمل مقابله مع السكاي نيوز العربي. في سؤال عم بنسال، انا يعني عم بيقولوا يمكن ما عم بساله، رح اساله بس لاخر الحديث، يمكن انت بتعرف اذا كتب يمكن 150 مره بس لا. كافي خالد، قطعت لك حبل افكارك يمكن. لا عادي عادي، احنا وين كنا؟ وين كنا؟ فحتى السكاي نيوز الاعلاميه سالت عني، شو في بينك وبين كارولين؟ طيب بدي اسال السؤال يلي عم اساله، كارولين شو؟ شو يعني من الاخر؟ بدك تخبرنا، يعني إذا ما انطرح السؤال انطرح 150 مرة، يمكن كل مرة اسألي عن كارولين أنا عم غض النظر. كارولين إنسانة جدا رائعة، مشتركة كانت وياي بسديم، ساعدتني كثير وساعدتها، كنا ثنائي كلش حلو بسديم، قدمنا هو خالد جهاد. رغد اجت بفيديو صدمت فيه العالم، عملته سلو موشن، يعني انت شيء متعذب بالإديتينج وعملته سلو موشن مشان يبين انه كتير رومانسي. هي حابة تلبسني شيء وما بتعرف كيف. اوكي اثنين عم يودعوا بعض عادي، انا بشوف خالد ما كنت بقى حشوفه بحياتي، بس لا اكيد حشوفه، يعني احنا متفقين اصلا. طلع هيك بشوف ستوريات ما بلاقي غير شكرا رغد، بطلة الجمهورية، ملكة الفضائح، ما بعرف. طلعتوا انتوا حتى كمان واقفين معاه وعم تتشكروها، حتى انا وخالد بقينا لوحدنا، ما عاد بقى في حدا لا يساعدنا ولا يسندنا، ماشي. بس الحرب والكارثة اللي صارت هي بين الفانزات. في فانزات ابدا مو حابين كارولين تكون مع خالد، فانزات كارولين استسلموا للامر الواقع وخلص، قالوا لا لازم نعمل تصاميم لكارولين وخالد. بس على فكرة انا كتير متحمسة اوريكم تصاميم، التصاميم بتفرط ضحك ومانا منطقيين، انتو مبدعين فعلا مبدعين. خلينا نشوف التصاميم واعطيكم رأيي على كل تصميم. طالما بيص يعني طالما انت قول السؤال تاني. قول السؤال تاني فعلا عن جد، يعني المفروض بالحياه زومي. ايش هاد يا ايش هاد يا اعمل زوم يا ولا، اعمل زوم يا ولا. هذا فرطني من الضحك، يعني مو معقول فعلا عن جد هيك فجأة انفجرتوا فجأة، ما بعرف شو صار. المهم خلينا نروح على البوست اللي بعده. شوفوا هالصورة، شوفوا هاي الصورة، لا دقيقة شوفوا هاي، بفرجيكم صورة أخيرة ولا لسه بتكون؟ خلص شوفوا هاي، شوفوا هاي، يعني بتعرفوا شو أسماءهم؟ يعني إذا بتنزلوا على البوست أول اسم ولد هو عمران، بقى ما بتلاقوا غير الفانزات عم يعيطوا لي أم عمران. فانزات خالد وكارولين زوجوهم لبعضهم وجابوا لهم أولاد، فبيردوا فانزات كارولين على بالكم الدنيا لعب، الدنيا سبهللة، على كيفكم يعني. هتعمل ايه بيها؟ نقتلها. فلحتينا طول الطريق، جاتك البلد شكل. هذا لاريزما شق شكتي انا. انت اللي بدأت. شاكر! يا اخوان! انت اللي بدأت. لا يا! انت اللي بدأت. يا سامر! لا! فانزات كارولين عم يضربوا فانزات خالد وكارولين، يمكن ما انتبهت هيك شيء، منظر بفرط نضحك. طبعا خلينا بس نشوف سوا واحد، يقولوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله يقولوا ما شاء الله. اوكي حلوه هيدي، حلوه لهون بكفي. انا بحب طمنكم انه نحن ما رح نحكي شيء الا لحتى نجتمع مع بعض ونعمل فيديو سوا، وقتها بنحكي اي شيء انتم بتحبوه.
تمام؟ وان شاء الله تكونوا عرفتوا وفهمتوا او استفدتوا يعني من الشيء اللي انتم حضرتوه، بعرف انكم استفدتوا شيء بس انه يعني الفيديو الماضي اللي نزل فيديو عباره عن افشل تجارب عملتها بحياتي، اللي ما حضروا يروح يحضروا موجود بصندوق الوصف. واهلا صار فيني اقول لكم انه انا بحبكم كلياتكم ومثل العاده كارولاين تيم هو الاساس، وان شاء الله بشوفكم فيديو جاي. باي. والله العظيم الفانزات هلا هيعملوا لي لسه تصاميم اكثر بعد هالفيديو. ماشي.